أخبار اليوم. برئاسة معالي القاضي الجليل أيمن عباس للوقوف على حصر أصوات المصريين في الخارج بجولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فليتفضل سيادته بإلقاء الكلمة. السيدات والسادة الحضور، تحية مجددة لكم من اللجنة العليا للانتخابات، ونسعد بلقائكم اليوم لإعلان حصر أصوات المصريين بالخارج في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقد جرى السباق الانتخابي في جولة الإعادة في 99 دائرة انتخابية للتنافس بين 418 مترشحا على 209 مقعدا، وأجرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج عملية الاقتراع في جولة الإعادة يومي 26 و27 10 2015 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء حسب توقيت كل دولة. وقد استقبلت المقار الانتخابية في الخارج 19,835 ناخبا، وكانت الأصوات الصحيحة بنسبة 97.8%، والأصوات الباطلة بنسبة 2.2%. وبلغ عدد الرجال 17,917 بنسبة 91% تقريبا، والنساء 1,918 بنسبة 9% تقريبا. وجاء تصويت المصريين في دولة الكويت في المرتبة الأولى، وسجلت 10,321 ناخبا بنسبة 52% من إجمالي المصريين المصوتين في الخارج. وجاء أعلى مواطني المحافظات المصرية تصويتا في الخارج أبناء محافظة سوهاج، وسنوزع على حضراتكم بيانا بحصر أصوات المصريين في الخارج عقب انتهاء الكلمة.